اه ولدي هاد الوزير قتلنا بالدخان، الدخان والصداع، الصداع ما نعسوا لا الليل لا نهار، لا سرت لحد، راه اليوم ما عرفت كيفاش عارفكم واقيلا جايين حبسوا. ومول الوزير ومول الشركه قولوا لنا واحد قولي ما نقولش عليها، قال لك هذا غير ديبو، دويت انا عرفت الوزير كاين، قلت لي هذا الوزير قال لي غير ديبو الحاجه. راه في غير السلعه. ودا في غير السلعه تصدقنا لقيناه يخدم الليل والنهار اعياد كورونا في اي وقت خدام، ملي شدي السوار دابا 8 سنين 8 سنوات دابا انا 8 سنين شدي السوار ما نقولش لك، ما بغات تكرا ما بغات تباع ما هنيت فيها، راني غارقه دخان ودخان دخان 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 قتلنا دارينا 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 صدف تخنق عندنا بالدخان، اجي طلعت تشوف الشراجم كيدايرين بالدخان، كنطالبوا بحقنا حشومه عليهم باعوا لنا السكنه هنا في الدخان، راه بغينا حقنا، رحنا مرضنا، رحنا تهلكنا، راه ما بقاش عندنا لا ضيفه حتى واحد اللي جاي عندنا نقول لك باصلكم انت كتباتوا فيها، وتقريبا والله القسم بعد ما كنعمرش هنايا كنبات في الليل راسي ضارني وكنمشي لديك الكوديه كندير ندير ندير كرسي وكنجلس حتى ودني كيرتاحوا شويه، وهذا هو اللي نقول وحسبي الله ونعم الوكيل وحسبي الله ونعم الوكيل في السيد اللي باع علينا، وهذا تا هو اللي بغى يشفق فينا مول الوزير الله يجازيه بخير، هادشي نطلب منه بغى يشفق فينا حنا اللي ظالمينه ولا بغى يشفق فينا الله يجازيه بخير مول الشركه اللي دار مول البني اللي دار لنا هادشي كاع كله، وحسبي الله ونعم الوكيل هادشي اللي نقول. اليوم جينا كنساندوا ونآزروا هاد الساكنه اللي اخذت ما يكفي من الضرر من هذا المعمل هذا، اليوم كما شتي انت راه الناس دابا كاين اللي ما باغاش تبان، كاين شي عيالات اللي ما كيبغوش يبانوا يعني في الكاميرا، راهم زودونا بمعلومات اللي هي ملفات طبيه ديال الابناء ديالهم، ها هما في غنتكلم عليهم هما في اليد ديالي، كاين الناس انا متضرره هذا المعمل هذا، الناس دارت عده شكايات بدون جدوى، دارت شكايه لديوان المظالم، شكايه للعماله، شكايه لمجلس المقاطعه، لعده ادارات دون جدوى، اليوم نحن السؤال المطروح واش هذا مجمع سكني ولا حي صناعي؟ هو اللي بغينا، حنا اليوم كأبناء المنطقة عارفين بأن هذا مجمع سكني مش حي صناعي، اليوم الناس كانت شرات من عند المنعش العقاري بأن هذا كان ديبو، دونك تحول إلى تحول اليوم إلى معمل يعني للصناعة، والصناعة ماشي صناعة عادية، أن هنا كان معمل ديال الفرشي، يعني فاش كنقولوا ديال الفرشي يعني مواد كيميائية فاش كتحتار كتولي، دابا الإخوان كيقول لك بأن تا القراقر يعني ديال الواد الحار تا هما كيطلع منه الدخان ديال هاد، وللتوضيح أكثر هو حنا أبناء المنطقة كنعرفوا هاد الناس هادو، هاد الناس بأنهم مضرين. والحيوط راه فهي تدل على ذلك، راك شفتوا بان الجدران ديال هاد الساكنه راه كلها ولات يعني كتشكل واحد الخطر كبير عليهم، اليوم حنايا مع الساكنه احب من احب وكريم من كريم، من نهار تزادت البنيته وهي كتعاني، ها الشواهد الطبيه يا اخي، وري وري حل حل حل، ها تصور ديال السدر، ها انت هاد الناس ما حيلتها الطريطه ما حيلتها الفحص الطبي. تحاليل انت راك عارف وكاع الناس عارفين الراي العام عارف انك تمشي دير تحاليل تحليله على الاقل 500 درهم والفوق، ان التحاليل فاش كتولي في اربع تحليلات خمسه راه كتولي داخل بواحد 2000 درهم ولا 3000، واش الناس غتقابل طريطه وتقابل المعيشه ديالها ولا غتقابل هذا الوزين؟ انا والله العظيم الا كنطلب المجتمع المدني ان هاد الناس كاملين اللي دايرين شواهد طبيه رفعوا دعوه قضائيه ضد صاحب هذا المصنع هذا ويعني يكون عندهم تعويض على الصحه ديالهم، هذا هو اللي خصنا نكونوا اليوم نعرفوه، ضروري خاص التعويض لهاد الساكنه من طرف صاحب هاد الشركه، هذا هو كلام معقول، اما باش يجي شي واحد يقول المجتمع مدني ويمشي يريح معاه ويقول لي الناس راه مريحه وهانيه ومرتاحه عير دير معاهم شي حل، لا يجب ازاله هذا المصنع هذا، حنا اليوم ما غنتراجعوش. كيما جات اللجنه وخرجت وشافت المصنع وشافت اشنو عنده اشنو كيدير، انا بغيت اللجنه تشكل من فريق طبي تجي تجلس مع هاد الناس وتشوفهم، لان الضرر راه ما كاينش عنده هو، الضرر كاين عند هاد الناس هادو، فالا كانت شي لجنه خاصها تكون والا كانت شي حاجه اللي خاصها تخرج شي لجنه تخرج تشوف هاد الناس تجلس معاهم، لجنه طبيه كتشكل من مجموعه ديال المتداخلين الا في البيئه، لان ما يمكنش نديروا تنميه وهذا مشروع ملكي ديال التنميه، فما يمكنش نهضروا على التنميه وباقي عندنا هذه المشاكل هذه ديال البيئه، لان
هاد الوليدات هادو الصغار راه انت الا ما حافظتيش على هاد على 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 البيئه راه هاد الوليدات غدا غيخرجوا لكم معاقين، اللي عنده الصدر، اللي مريض بالعينين، اللي مريض بمجموعه ديال الامراض، دونك اش غادي يوقع؟ خصك تزيد السبيطارات، خصك تزيد الاطباء، خصك تزيد بزاف ديال الحوايج، فكيفاش حنا كنهضروا على التنميه في 2022 وحنا خالقين قنبله موقوته قدام مجموعه ديال الشقق السكنيه اللي كتعد بالالاف، فهذا نداء للمسؤولين، الله يخليكم، راعي ولاد المواطنين هادو.